من الأب والابن والروح القدس الإله الرحمن آمين. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن السيدة العذراء وفضائل السيدة العذراء وإكرام السيدة العذراء على أن أحسن طريقة وأفضلها في إكرام العذراء أن احنا نتبع خطواتها ونمشي زي ما كانت بتمشي، لأن الكتاب يقول وتمثلوا بأعمالهم. السيدة العذراء عندها فضائل كثيرة، هاخذ منها فضيلة الاحتمال، احتملت اليسر، احتملت التعب، واحتملت الألم، وأكثر حاجة احتملت المجد. نخش شوية في حكاية مثلا احتمال التعب، السيدة العذراء احتملت تعب الفقر، واحتملت تعب الرحلة إلى مصر ذهابا وعيابا، واحتملت التعب في زيارة أبي صغار في طرف الجبال لغاية المراحل. فإحنا ليه يريد نتمثل بها في فضيلة التعب، نتعب من أجل الآخرين ولا نزع طاقتنا على تعب الآخرين، ونتعب في الخدمة زي ما هي قعدت ثلاث أشهر تخدم أبي صغار وتتعب، والأباء كان يتعبوا في الافتقار وفي احتمال الناس. وقول الرسول بيقول كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه، كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. تجيني واحدة وتقول لي فلانة دي منكسة ومعرفش أتعامل معاها، على قد ما استطاعتي في احتمالها أخذ أجر عند ربنا في احتمال الظلم. من الأمثلة الكبيرة في الموضوع ده يوسف الصديق احتمل ظلم إخوته يكونوا عندهم رموه في البيت وكون عندهم ضعوا كعب، واحتمل ظلم امرأة فوطيفار التي اتهمته ظلما وهي الخاطئة، واحتمل فوطيفار نفسه اللي أخذ ورموه في السجن، كل ده ظلم محتمل السجن. في احتمال العوض، وأكبر الأمثلة لإحتمال العوض لعازر المسكين اللي كان يشتهي الفتاة الساقط من مائدة الغنم، صدقوني أنا أقف أمام العازر وأنا متعجب. الكتاب المقدس لم يذكر لنا فضيلة واحدة للعازر غير احتماله العوض والألم. الإيتام يعني إيه اللي وداها لأحضان إبراهيم؟ لم نذكر لنا فضائل العبيد عنه، لكن الاحتمال في حد ذاته له مكافأة عند ربنا. في احتمال المرض، وأشهر واحد كده أيوب الصديق اللي مراته قالت له بارك الرب ومت، قال لها هل الخير من الله نقبل والشر لا نقبل، واحتمل المرض سنين عديدة. في احتمال احتملته العذراء وهو ترك مشيئتها الخاصة وقبول مشيئة الله، ونحن مدعوون إلى مثل هذه الفضيلة في الصلاة الربانية. كل ما نقول لتكن مشيئتك، نقول لتكن مشيئتك واحنا ننفذ مشيئتك. فاكر زمان قبل اختيار البابين السادس الثاني بطريرك، كانت المنافسة بينه وبين أبونا داود المآب، فكان في ناس من قوم بسحر يقولوا يا رب لتكن مشيئتك، أنت أدرى بالاختيار فليكن لتكن مشيئتك واحنا نقبلها، وبالأخص أبونا داود المآب إيه لتكن مشيئتك وبالأخص بيه. صدقوني يندر ان واحد بينكس بيه بيسيب مشيئته ويقول مشيئة ربنا زي ما تكون، بس ما يديش تلميذ ما يذاكرش في امتحانه يسقط ويقول مشيئة ربنا، لا مشيئة ربنا لا تنجح وتتفوق، اما تكون المكتسب بمشيئتك انت في عدم المذاكرة. في احتمال الموت، ودي في نوعين من الموت، في موت تحت مرض طويل وفي موت فجائي. وساعات ناس يزعلوا من جهة الموت الفجائي،
نقول لهم يعني اللي مات فجائدة مش أحسن من اللي قاعد على فراش المرض شهور طويلة يقاس الألم ويكتب الموت ولا يجد. فمفروض إن الناس يحتملون النوعين، يحتملوا نوع المرض اللي سبقه ألم طويل يقود إلى التوبة، ويحتملون الموت الفجائي اللي لم يقاسي آلام طويل. أصعب حاجة في الاحتمال احتمال المجد. العذراء احتملت هذا المجد العظيم فلم تفتخر، احتملت ان ابنها يكون القدوس ان هو ابن الله، واحتملت مناظر الملائكة اللي عاصروا الميلاد والمجوس وتقديم الهدايا وسجودهم لابنها الصغير. احتملت هذا الامر ولم تفتخر ولم تتكلم. زي ما بيقول الكتاب كانت تحفظ كل هذه الامور متأملة بها في قلبها. احتمال المجد مش صعب، ده لو أم ابنها طلع أول الثانوية العامة لاحتملهاش أبدا، ترقص في البلكونة كده مش محتمل. بنتي دي عريس يرضى تبقى مش محتمل. القديس أنطونيوس قال كلمة لطيفة جدا، قال هناك أشخاص يحتملون الإساءة ولكنهم لا يحتملون الكرامة، لأن احتمال الكرامة أصعب من احتمال الإساءة. احتمال الكرامة أصعب من احتمال الإساءة. واحد يجي له منصب كبير كده ما عرفش يتكلمه، وبراته مناخيره في السلم ويكلمك من مناخيره بس ويتغير. يعني كان في الأول الإنسان طيب طيب، وأول ما أخذ المنصب ده اتغير. وأشخاص برضه عاديين قبل ما يبقى قسيس كان مديها جدا، يقول لك أخذت سمحني. لما بقى قسيس لا حاجة ثانية، ما قدرش يحتمل الكرم. أنت مش عارف يا ولد أنت بتكلم مين. يعني واحد مرة حكالي وقال لي على شخصية كبيرة، قال له أنت متعرفش أنا مين وأنت مين. قلت له كنت تقول له إحنا الاثنين تراب ورماء، لا مين ولا مين. فاحتمال الكرامة مش سهل، مهما الواحد أخذ منصب وأخذ لقب وأخذ غنى وأخذ وظيفة، مفروض إنه لا يتغير. المركز ما يهزهوش. ولذلك أفتكر عبارة قالها مكرم ريت داش، قال الرجل الحق هو الذي يتطور دون أن يتغير، ويكبر دون أن يتكبر، ويحتفظ بثباته في وثباته. حاجة كمان كان أديب كبير، ده الرجل الحق يقدر يحتمل الكرامة من جهة ترك المشيئة مثلا، زي مثلا راهب متوحد ويخدوه للخدمة وتبقى مشيئته أن يفضل في الوحدة، لكن يضطر أن يترك مشيئته من أجل أمر ربه. من جهة الاحتمال أيضا احتمال التأديب، يجب على الأبناء أن يحتملوا تأديب أبائهم. على كل إنسان أن يحتمل تأديب الراعي أو المرشد. في حاجات ثانية اللي هي احتمال انتظار الرب. ربنا قال لإبراهيم أنا أهديك ناس، وقعد ينتظر مدة ما جالوش الناس، لقيت بيحتمل هو ولا صار. صار قالك لو نفس العظيم كده خد هاجر ليجيلنا من هنا. ليه يا حبيبي كده؟ كما نفعش ضروسا ساعات ما قدرش يحتمل انتظار الرب. قال له اللهم التفت الى معونتي يا رب اصبر واعوذ. ما تضبطش عليا دي مش قد الافطار، خلي بالك. الانسان مفروض ينتظر الرب، يحتمل هذا الانتظار في ايمان وثقه ان الرب يعمل الخير، ان المشكله ما تحلتش النهارده ربنا يحلها بكره، ما تحلتش بكره يحلها بعد بكره. وبعدين واقفين قصادك يا رب ومنتظرين تعمل ايه؟ خلي بالك. طيب في احتمال التجارب،
الاحتمال والتلقات كل دي الاحتمال. في أمثلة للإحتمال، أول واحد بيحتمل هو ربنا، ربنا احتمل الأمم لغاية لما انضموا للإيمان بعد آلاف السنين، احتمل الشيوعية في روسيا وإنكروا وجود الله وأبدت على كده 70 سنة، احتمل قطار زي أوغسطينوس وموسى الأسود ومريم القبطية وبيلاديا، احتملهم لغاية لما تابوا. يعني ساعات ما بنقدرش نحتمل الناس، لكن ربنا بيحتملهم، بيحتملهم مدة طويلة. احتمل النص اليمين عايش في الخطية طول عمره لغاية قرب وفاته لما تاب. في أمثلة ثانية بشرية زي موسى لما احتمل الشعب الصلب الرحمة المطر، لدرجة إن ربنا لما قال اتركني لأفني هذا الشعب لا يا رب أرد عنهم وغضبكم لبعض الشر، احتملهم بينما في بعض أوقات فأمروا الله يعين رئيس بدال شعب كده صعب، لكن موسى احتمل. عندنا مثلا داوود وأبشالوم، اللي على الرغم من أبشالوم ابنه قام بحرب ضده، ولكن في الحرب وسط الناس قال لهم رفقا بالفتاة أبشالوم، حبوه لكن خلي بالكم منه. ولما مات أبشالوم في الحرب قعد يبكي يقول يا أبشالوم يا ابني يا ابني أبشالوم، ليتني مت وطن عنه أو وطن عن مين؟ عن ابنه اللي خانه وعمل جيش ضده وعايز ياخد مملكته ودخل على جواريه وعصمنا عليه. عندنا ايضا احتمال الام لابنها لطفلها، يعني الوقت يتنطط يروح ويجي ويعمل هيصه في البيت ويدعى برضه مهما عمل يحتمل، ويمكن تخاف ان ابوه يعرف فيعاقبه فتداري عليه ولو ان تغلط. لكن احتمال الام لطفلها احتمال عديد، تحتمل صراخه وتحتمل وسخته وتحتمل طلباته التي لا تنتهي. هذا الاحتمال ايها الاخوه عباره عن وصيه من الله بيقول محتملين بعضكم بعضا في افسس 4، وبيقول اطلب اليكم ايها الاقوياء ان تحتملوا ضعفات الضعفاء، وصايا من ربنا. وبيقول طوبى لمن يحتمل التجربة، فإنه إذا تذكر لا طائف لي للحياة. لكن هذا الاحتمال ينبغي أن يكون صادر عن محبة، مش تحتمل وانت بتغلي من جوه بتخلفل خلفلين عندك كيد، انت عايز تسكر من زمارة لا جدك بالزمارة دول كان بيقولوا كده. بس احتملت ازاي من تفتخر من جوه؟ مفروض الاحتمال يكون من جوه وصادر عن حب، مش احتمال ظاهري، مش بس احتمال اللسان والقلب عكس اللسان. والكتاب بيقول المحبة تحتمل كل شيء، وايه ثاني اللي يخلينا نحتمل؟ ان المحبة لا تطلب ما لنفسها، انا لا اطلب كرامتي وانما اطلب راحة الذي معي، لا اطلب راحتي على حساب غيري. المفروض الاحتمال يكون صادر عن حب، بولس الرسول يقول ويكون صادر عن احتمال ونقاوة قلب. بولس الرسول يقول نشتم فنبارك نضطهد فنحتمل. وايضا ايه اللي بيخلينا نحتمل؟ احنا نحتمل الناس كما احتملنا الله، ونحتمل الناس كما يحتملهم الله. انت لما بتحتملش غيرك فكر في نفسك قد ايه ارضيت وربنا ما احتملك لغاية الوقت، قد ايه ارضيت وربنا ما احتملك لغاية الوقت، ازاي ما تحتملش غيرك؟ والاحتمال يحتاج الى وداعة وهدوء وسعة قلب. القلب الواسع يقدر يحتمل،
لكن القلب التالي يطهر. ونحن ايضا نحتمل الناس لكي نكتفهم. القديس يوحنا الداعية الكامل قال: هناك طريقة تستطيع بها ان تقضي على عدو، وهي ان تحول العدو الى صديق. لما تحول لصديق تبقى صديق يساعده. اللي يحتمل لازم ايضا تكون عنده قوة اعصاب. الاعصاب ضعيفة ما يقدرش يحتمل. علشان كده الرسول قال: اطلب اليكم ايها الاخويا ان تحتملوا ضعفك. اللي بيحتمل هو القوي. واذا ما احتملت بيقدر يتعب اعصابه وتتعب نفسه، وربما يجيله ضعف، ولا يجيله سكر، ولا يجيله كآبة. وإن ما احتملش هيبقى قدوة سيئة. أن الكتاب بيقول: لا تجاوب الأحمق حسب حماقته لئلا تعدله أنت. يعني هو يخبط فيك وأنت تخبط فيك وتبعه تعدله فيك متعادلين. والناس اللي اشتركوا قول إيه كمان دول؟ كلهم من نوع قاعدين يزعقوا ويشتموا ويخبطوا ويلخبطوا لئلا تعدله أنت. والانتقام لنفسك هو قلة حيلة، مش لاقي حيلة غير انك تخبط. أيضا أنت تحسن الآخرين عطفا عليهم ورغبة في كسبهم واعترافا بضعفهم. كل مسكين تعبان أصبح ظروفه أحسن، عنده عذر. المسيح عمل كده على الصليب، قال لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. أنا فاكر مرات في لجنة البر قلت: ليس واجبنا فقط أن نساعد الفقراء، وإنما أيضا أن نحتمل الفقراء. في واحد من أجل الفقر والعوز يكذب ويحتال ويألف احتياجات مش موجود، معلش ما فيش، إن هو اضطر إلى هذا من أجل الفقر. متعبش منه، إنما ناقص عليه ونكذب. لأن في أمناء صلوا في الجمعيات ومسؤولين عن خدمة الإسلامية، ولك الولد ده محتاج. الولد ده الشريف لقيها أكثر من مرة. إيش يا ولد؟ يا ابني أنت أقامة ربنا حاكما على الناس. إيه الكلام ده كله؟ الإنسان الفقير ده ظروفه اللي ولد فيها خليته يبقى سيئة. لو إحنا وقعنا في نفس الظروف كنا بقينا زيه. نشكر ربنا اللي ستر علينا. مش معنى كده ان احنا نتكبر على غيرنا ونشتم في الفقر. من قال الكلام؟ لان فيها اعتبر الفقر دول اخواتي. وقال: مهما فعلتموه لاحد اخواتي هؤلاء الاصابر فبيقى الفعل. وربنا بيعذر الناس. يقول ايه الكتاب؟ في احتمال ربنا لينا لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب اثامنا. ليه؟ لانه يعرف سبلتنا، يذكر اننا تراب النفس.